مساء الفل، معاكم عماد من قناة هفيدك الجديدة. اهلا وسهلا بكم وبكل الناس اللي بتتابع القناة. النهاردة جاي اتكلم معاكم وبعد ما رجعت بعد غياب فترة كبيرة جدا، وتقريبا ده اول فيديو على القناة الجديدة. الاول حابب اقول لكم ان وحشني حقيقة عامل فيديوهات، وحشني كلامكم ودعمكم المستمر اللي كان موجود على القناة اللي فاتت، ولكن الحمد لله على كل شيء. وهنبدأ بداية جديدة في قناة جديدة، وبإذن الله هيكون في مجموعة شروحات كبيرة جدا هتنزل الفترة الجاية. أول شيء حابب أقولك ياريت تشترك في القناة، أكيد طبعا عارف إن القناة القديمة اتقفلت، وبإذن الله هنستمر في القناة دي. ومن غير كلام كتير نخش في موضوع النهاردة، وهو أداة أخويا وصديقي سعيد صالح الإصدار الجديد. وأكيد مفيش أحسن من كده رجع إن أنا أول أداة عمل لها شرح هي أداة أخويا وصديقي سعيد صالح. اول شيء حابب اعرفكم ان الاداة مدفوعة، وان الاداة سعرها رمز جدا، وده اصدار جديد، وباذن الله هتكون الاداة في تطور مستمر. نبدأ في شرح الاداة. زي ما احنا عارفين هنشرح الاداة مرة نظري ومرة عملي على اجهزة. الاداة قوية وتم تجربتها قبل ما اعمل الفيديو ده، والاداة باذن الله هتعجبكم. اول شيء حابب اعرفكم ان الاصدار الجديد لسه نازل، والاصدار ده مميز والخواص اللي فيه مميزة جدا. اول خطوة لازم نشغل الاداة كمسؤول، وهنبدأ ننتظر على الاداة ثواني لحد ما هتبدأ تشتغل معانا بالشكل ده. اول مرة الاداة بتاخد معاك دقيقة بالكتير لحد ما بتعمل فرد لجميع الملفات وبتعمل استيراد لجميع الملفات اللي موجودة على سيرفر الاداة. هننتظر على الاداة ثواني لحد ما تفتح معانا. هتبدأ تجيب الواجهة دي وتبدأ تحمل بشكل سريع زي ما احنا شفنا، وهتبدأ تشتغل معانا الاداة بالمنظر ده. اول شيء حابب اعرفكم ان الاداة بتشتغل باكاونت عن طريق الاختيار ده. هنبدأ نعمل اكاونت جديد. هنبدأ الدخول عشان اوريكم بشكل سريع ازاي هنبدأ نعمل اشتراك داخل الاداة. زي ما احنا شايفين هتفتح معانا الصفحة دي، وطبعا هي بسيطة لكن نشرحها بشكل سريع. اول شيء اليوزر نيم، وده الاسم الخاص بيك. تاني شيء الايميل بتاعك. تالت شيء وهو الباسورد الخاص بيك، هنبدأ نكتبه مرتين في الخانتين دول. وفي خانة معانا اسمها هاردوير اي دي. ايه الخانة دي وازاي هنقدر نعرف الهاردوير اي دي الخاص بالكمبيوتر بتاعك؟ هنرجع للاداء بشكل سريع، وزي ما احنا شايفين احنا لسه على الواجهة او على الافتتاحية الخاصة بالاداء. الاختيار ده وهو بيعمل نسخ للهاردوير اي دي الخاص بيك او الخاص بالكمبيوتر بتاعك. هنبدأ نضغط ضغطة واحدة عليه. زي ما احنا شايفين ظهر معانا الكود بالشكل ده وتم نسخه. كل اللي علينا هنبدأ نضغط اوكي. هنبدأ نرجع تاني للموقع، هنبدأ نضغط كليك يمين، وهنبدأ نضغط على بسط. زي ما احنا شايفين ظهر معانا الهاردوير اي دي الخاص بالكمبيوتر بتاعك. كده عرفنا النقطة الخاصة بالتسجيل. وطبعا كل اللي عليك عشان تفعل الأداة تبدأ تتواصل مع صاحب الأداة من جميع الاختيارات اللي موجودة داخل الأداة بالشكل ده. نبدأ نشرح الأداة بشكل سريع. أول شيء طبعا أنا عامل أكاونت داخل الأداة. هنبدأ نضغط تسجيل دخول. زي ما احنا شايفين بمجرد ما ضغطنا على تسجيل الدخول بدأت الأيقونة دي تتحرك معانا، وظهر معانا الإيميل المسجل بالشكل ده. بكده تم تسجيل الدخول بشكل مظبوط ونقدر نستخدم الأداة. وطبعا الكلام ده للأكاونتات المتفعلة. الأداة بسعر رمزي، وفي الآخر هعرفكم كل التفاصيل الخاصة بالأداة. أول قسم موجود معانا وهو سامسونج. بمجرد ما نضغط على أي قسم جديد لأول ضغطة هننتظر ثواني، لأن جميع الأقسام دي بيتم تحميلها من على السيرفر بشكل مباشر وانت بتستخدم الأداة. اول قوائم موجودة معانا في قسم سامسونج زي ما احنا شايفين ثلاث قوائم بالشكل ده. اول قائمة وهي الاجهزة اللي مفعلة الاي دي بي. القسم التاني معانا هو قسم الام تي بي، وده طبعا الاجهزة اللي شغالة على الوضع الطبيعي. تالت قسم معانا وهو قسم الداونلود او قسم تفليش الاجهزة. هنبدأ نشرح القوائم بشكل بسيط. اول حاجة طبعا للاجهزة اللي مفعلة الوضع الاي دي بي زي ما وضحنا. اول اختيار وهو انفو، تاني اختيار ريموف اف ار بي وهو لإزالة حساب جوجل اكاونت، تالت اختيار معانا وهو سامسونج اكاونت ريموف، وده لإزالة حساب سامسونج من على الأجهزة بعد طبعا ما انفعل وضع الاي دي بي. تالت اختيار معانا ديسيبل او تي اي
وده الخاص بالتحديثات الخاصة من الشركة عن طريق الاختيار ده هنبدأ نعمل لها ديسيبل. الاختيار اللي بعده فيه أجهزة، قبل ما نقدر نحل مشكلة السيريال فيها لازم بيتم عمل ريبير للبيس باند، مثلا الريستارت للوضع الطبيعي او عمل ريستارت لوضع البوت لودر او عمل ريستارت لوضع الريكفري. اخر قسم موجود في الاداة او في قسم الاي دي بي وهو عمل اف ار بي للاجهزة على حسب المعالج، بمعنى الجهاز اللي معانا لو المعالج اكسينوس هنبدأ نضغط على الاختيار ده، لو المعالج كوالكوم هنبدأ نضغط على الاختيار ده، وزي ما احنا شايفين كل اللي علينا هنبدأ نحدد الجهاز. ده بالنسبة للقسم الخاص بالاي دي بي. تاني قسم موجود داخل الاداة هو قسم الام تي بي، وطبعا ام تي بي يعني في الوضع الطبيعي للجهاز او الوضع التشغيل الطبيعي للجهاز. اول اختيار موجود معانا وهو عمل انفو للجهاز، تاني اختيار موجود معانا وهو التفعيل وضع الاي دي بي عشان نبدأ نستخدم القسم ده، وزي ما احنا شايفين في 3 طرق لتفعيل وضع الاي دي بي على اجهزة سامسونج. اول اختيار ده، تاني اختيار ده، تالت اختيار ده، بمعنى ان اي جهاز موجود معانا هنبدأ نفعل الاي دي بي داخل الجهاز عن طريق اختيار من الاختيارات دول. الاختيار اللي بعده معانا هو ادخال الجهاز في وضع الداونلود مود. الاختيار اللي بعده معانا هو فاكتوري ريسيت او اعادة ضبط مصنع للجهاز بمجرد ما هنبدأ نضغط على الاختيار ده. الاختيار اللي بعده معانا هو تغيير ملف السي اس سي. اخر اختيار معانا في القسم الخاص بالام تي بي وهو اختصار سريع جدا ومميز جدا، بمعنى ان انت تقدر تستخدم اي اختيار من الاختيارات دي وبعديها او معاه يتم تنفيذ امر محدد، مثلا حماية الكي جي او ديسيبل لحماية النوكس او اف ار بي للجهاز. بمجرد ما يفعل الوضع الاي دي بي هيبدا ينفذ الاوامر اللي انت حددتها له بالشكل ده، وطبعا ده اختصار جميل جدا. القسم اللي بعده وهو تفليش لاجهزه سامسونج. عن طريق القسم ده هتقدر تفلش اي جهاز سامسونج بكل سهوله عن طريق واجهتين، اول واجهه سيمبل فلاش، تاني واجهه ادفانسد فلاش. زي ما احنا شايفين عن طريق الاختيار ده هتبدا تحدد ملف الاي دي بي مثلا، وتبدا تحدد يتم تفليش ايه من داخل ملف اللي ضفناه داخل الاي دي بي. وبكده يكون شرحنا بشكل تفصيلي ايه هي الاقسام اللي موجوده وتخص اجهزه سامسونج. تاني قسم موجود داخل الاداه هو قسم ابل، وطبعا القسم ده مميز جدا وبسيط جدا. اول نقطه الاجهزه بتدعم خاصيه الرام ديسك، ودي الخاصيه المدعومه دلوقتي. ايه هي الاجهزه المتاح نقدر نعمل لها رام ديسك بكل بساطه؟ اول حاجه زي ما احنا شايفين كل اللي عليك ان انت هتبدا تعمل تشيك للديفايس بمجرد ما هتبدا تضغط هنا، والاداء بتعمل كل شيء، وباذن الله في كل قسم من دول هعمل على الاقل جهاز واحد لان الاداء مميزه وتستحق الشرح العملي ليها. اول نقطه معانا زي ما احنا شايفين بوت رام ديسك الاجهزه من اي او اس 12 لاي او اس 15 عن طريق الاختيار ده. تاني اختيار موجود معانا هو بوت رام ديسك للاجهزه اللي فيها اي او اس و16 الجديده. ايه اللي نقدر نعمله للاجهزه؟ 3 اختيارات. اول نقطه دي الاجهزه المتاح ليها الرام ديسك. تاني نقطه هنقدر نعمل فيها باك اب لملفات الشبكه اللي موجوده داخل الجهاز. تاني نقطه هنقدر نعمل ارجاع لملفات الباك اب اللي سحبناها من داخل الجهاز، وطبعا هنعمل اعاده ضبط مصنع للجهاز او سوفت وير ونبدا نرجع ملفات التفعيل الخاصه بالشبكه عن طريق الاختيار ده. تالت اختيار موجود معانا وهو ريد اكاونت انفو. عن طريق الاختيار ده بيبدا يظهر ايه المعلومات الاي كلاود اللي موجوده داخل الجهاز والرقم التليفون لو الجهاز في شريحه. وبكده يكون انتهينا بالاختيارات الخاصه بابل. قسم اللي بعده هو قسم الكرن. هنبدأ نضغط على قسم كرن عشان نبدأ نشوف ايه هي الخواص اللي موجودة معانا. اول شيء زي ما احنا شايفين الاداء بتدعم الاجهزة في وضع التست بوينت، وكل اللي عليك اللي انت بتبدأ تحدد المعالج اللي موجود داخل الجهاز. بكل بساطة هتبدأ تضغط على الاختيار ده لعمل FRB، والاداء بكل بساطة هتبدأ تدخل الجهاز في وضع الفاست بوت، وتبدأ تعمل انلوك للبوت لودر، وتبدأ تعمل FRB للجهاز، وتعمل ريبوت تاني للجهاز، وتبدأ تشغله في الوضع الطبيعي
الطبيعي بعد ما تكون شالت حساب الجوجل اكاونت، وبعديها بتبدأ تقفل البوت لودر تاني وتشغل الجهاز بشكل طبيعي جدا، كل ده بضغطة واحدة بمجرد ما تبدأ تحدد المعالج الخاص بالجهاز. وده القسم الخاص بكيرن بكل بساطة. القسم اللي بعده وهو قسم كوالكوم، وده قسم مميز جدا في الأداة، لأن الأداة بتقدر تقرأ وتقدر تفلش أي جهاز هيحمل معالج MMC أو UFS، ودول المعالجات المتاحة في السوق. كل بساطة الأداة فيها اختيارات بسيطة جدا هتبدأ تنفذها على أي جهاز هيكون معاك. طبعا وضع كوالكوم يعني أنت هتوصل الجهاز في نقطة التست بوينت عشان الجهاز يقرأ معانا البورت بشكل طبيعي جدا. وبرضو زي ما قلت بإذن الله هعمل شرح عملي لجميع الخواص اللي موجودة في الأداة بعد ما نشرح الأداة بشكل نظري. أول نقطة موجودة وهي ريد جي بي تي، هتبدأ تعمل ريد أو قراءة السوفت وير اللي موجود داخل الجهاز بمجرد ما تضغط على الاختيار ده. ده بالنسبة لو احنا هنقرأ. طيب لو معانا فلاشة هنفلشها، بعد تحديد طبعا ملفات الفلاشة هنبدأ نضغط على اختيار فلاش. عملنا ريد جي بي تي وظهرت معانا الملفات اللي موجودة داخل الجهاز. بمجرد ما تحدد اي ملف هتقدر تعمل له فورمات للبارتيشن اللي انت حددته. بس ده بالنسبة للاختيار ده. الاختيار اللي بعده هو اختيار باك اب، هتاخد نسخة من الملف اللي انت قمت بتحديده من داخل الجهاز اللي احنا عملناه له ريد وقرينا جميع البارتيشنات اللي موجودة جواه. ده بالنسبة للطريقة اللي انت تقدر تقرأ بيها اي جهاز او تفلش بيها اي جهاز. في اختيارين تاني وهو كلين يوزر داتا، بمجرد ما تحدد الاختيار ده هيعمل اعادة ضبط مصنع او فاكتوري ريسيت للموبايل. الاختيار اللي بعده معانا وهو كلين اف ار بي، عن طريق الاختيار ده هتبدأ الاداة في عمل ازالة الاف ار بي للجهاز اللي احنا قرينا ملفاته، فلنفترض مثلا موجود معانا، هتبدأ الاداة تعمل اف ار بي لاي جهاز هتبدأ توصله على القسم ده. ده بالنسبة للشرح القسم ده بشكل سريع جدا. طبعا الاختيار اللي تحت هتبدأ تعمل اوتو ريبوت، ده لو انت عايز الجهاز يبدأ يشتغل معاك بعد ما تعمل اي اختيار موجود من الاختيارات اللي موجودة داخل الاداة. ده بالنسبة لأول وجهة أو القسم الأول اللي هو ADL. القسم التاني اللي موجود معانا تاني قسم وهو Network، هو خاص بمعلومات الشبكة أو إصلاح بيانات الشبكة زي ما هنبدأ نوضح دلوقتي. أول شيء زي ما احنا شايفين ADB دياج بورت، عن طريق الاختيارات دي هنبدأ نفعل وضع الدياج من على أي جهاز هنوصله عن طريق وضع الـ ADB. وبإذن الله هنبدأ نعمل شرح عملي للقسم ده وهنبدأ نكتب سيريال للجهاز، وده بإذن الله في القسم الثاني من الشرح. الاختيار اللي بعده معانا هو الاختيار ملفات الـ QCN، أو الاختيار تقدر تسحب الملفات اللي موجودة خاصة بالشبكة من الاختيار ده أو تكتب ملفات QCN جديدة للجهاز. الاختيار اللي بعده معانا وهو القسم الخاص بالNVRAM او سيريال الجهاز زي ما احنا شايفين لـ IME 1 و IME 2. عن طريق الاختيار ده هنقدر نقرأ ملفات الخاصة بالسيريال اللي موجودة داخل الجهاز. عن طريق الاختيار ده هنبدأ نكتب ملفات او هنبدأ نضيف سيريال جديد للجهاز، او طبعا نعمل اصلاح للسيريال الموجود على الجهاز نفسه. وطبعا الاداة مميزة جدا في النقطة دي، وتم تجربة الاداة في نقطة كتابة السيريالات، وبإذن الله هنعمل الشرح العملي. القسم اللي بعده معانا في اجهزة كوالكوم هو القسم الخاص باجهزة شاومي، وهي متقسمة معانا لقسمين. القسم الاول وهي الاختيارات الهامة اللي موجودة داخل الجهاز. القسم الثاني وهي تفليش الجهاز عن طريق وضع الفاست بوت زي ما هو واضح معانا بالشكل ده. هنبدأ نشرح اول قسم. الاختيار الاول معانا ريد انفو للجهاز، تاني اختيار معانا هو اعادة ضبط مصنع للجهاز، تالت اختيار معانا وهو FRB ازالة حساب جوجل اكاونت، الاختيار بعده معانا ازالة حساب الMI اكاونت او الشاومي اكاونت، بكل بساطة بمجرد ما هنضغط على الاختيار ده. طيب ايه الاجهزة المتاحة؟ زي ما احنا شايفين الاداة لوحدها مفعلة وضع الاوتو. طيب لو احنا عايزين نحدد الجهاز اللي معانا هنبدأ نشيل العلامة دي، هتبدأ تظهر معانا الاجهزة اللي موجودة. زي ما احنا شايفين مجموعة اجهزة كبيرة
وبيتم تحديث الأجهزة بشكل مستمر. زي ما احنا شايفين كتبت الأداة 48 موديل متاح الآن. هنبدأ نختار الأوتو. القايمة دي بتبدأ تتجمد معانا وبتبدأ الأداة في البحث عن معلومات الجهاز وتبدأ تنفيذ الأمر مع الجهاز المناسب أو الجهاز المظبوط. غير كده الأداة مش هتنفذ الأمر. ده بالنسبة القسم الخاص بكوالكم. قسم الADB. قسم الADB ده قسم عام على جميع الأجهزة على جميع الموديل. اي موبايل مفعل وضع الADB هنقدر نستخدم القسم ده معاه. متقسم معانا لقسمين، اول قسم الADB، تاني قسم وهو قسم البراوز لينك. هنبدا نشرح اول قسم بشكل سريع. اول اختيار انفو للجهاز، تاني اختيار ديسيبل ام اي كلاود. في اجهزه بعد بنعمل اغلاق لحساب الشاومي الموجود بداخل الجهاز، بمجرد ما بنوصل واي فاي الجهاز بيقفل معانا تاني. عن طريق الاختيار ده هنبدا نحل المشكله دي، وبعد ما هنفعل الاختيار ده هتقدر تفتح نت بشكل طبيعي جدا. الاختيار بعده معانا هو الاجهزه اللي رفض معاها الاختيار ده، هنبدا عمل الاختيار ده للديسيبل بطريقه تانية للام اي اكاونت. الاختيار بعده معانا FRB للأجهزة القديمة و FRB للأجهزة الجديدة أو لآخر حمايات موجودة لأي موديل مفعل ADB. الاختيار بعده معانا ريبوت، هو لإدخال الجهاز في أوضاع مختلفة إن كان وضع الريكفري أو وضع البوت لودر أو الوضع الطبيعي للأجهزة. ده بالنسبة للواجهة الخاصة بالADB براوز لينك، وهي فتح المتصفح على الأجهزة ونبدأ الدخول لحاجات معينة داخل الأجهزة إن كانت انفينكس إن كانت تكنو أي جهاز. هنبدأ الدخول بأمر مباشر بمجرد ما نحدد أي اختيار من الاختيارات دي. اللي بعديها هو فتح المتصفح على الأجهزة اللي مش بتفتح متصفح، بمعنى الأجهزة اللي هترفض الاختيار ده والأجهزة مفعلة الADB ولكن يوجد عليها حمايات جديدة. في طريقة جديدة لفتح المتصفح وهي عن طريق الVID والBID. منين نقدر نجيب الVID ومنين نقدر نجيب الBID؟ عن طريق البرنامج الخاص بالفلاتر الخاص بضبط تعريفات أو ضبط فلاتر التعريفات للأجهزة، وأنا عملت شرح كامل عن النقطة دي في فيديو تاني موجود على القناة هنا، وبإذن الله هنبدأ نعمل له شرح عملي على الأجهزة. الاختيار بعده معانا MTK، واختيار MTK تم تحديثه عن الاصدار اللي قبل ده بشكل جديد جدا، وفي مميزات جديدة تمت اضافتها لواجهة الـ MTK. اول قسم معانا وهو الـ MTK فلاش، تاني قسم معانا هو يونيفرسال MTK، تالت قسم معانا انلوك MTK. زي ما احنا شايفين بمجرد الضغط على الاختيار ده ظهرت معانا الكلمة دي Waiting for Download. بيتم سحب ملفات الجديدة من على السيرفر لان هيتم تحديث القسم ده بشكل مستمر. كل اللي عليك هتبدأ تحدد ايه نوع الجهاز اللي معاك او ايه الشركة الخاصة بالجهاز. زي ما يكون اي جهاز هيبدأ يظهر معانا بالشكل ده. عن طريق الاختيارات دي هنبدأ ننفذ اي امر موجود معانا في وضع البيروم. اول حاجة انلوك بوتلودر، تاني اختيار معانا هو ريلوك وهو اغلاق البوتلودر تاني، الاختيار بعده معانا فورمات داتا، الاختيار بعده ارس FRB لازالة حساب جوجل اكاونت، الاختيار بعده معانا هو لاغلاق حساب الام اي اكاونت، الاختيار بعده معانا وهو ريد انفو لقراءة المعلومات اللي موجودة داخل الاجهزة. القسم اللي بعده معانا هو فورمات داتا وهو لعمل اعادة ضبط مصنع للاجهزة، الاختيار بعده معانا وهو ارس FRB، الاختيار بعده معانا ديسيبل الام اي اكاونت، الاختيار بعده معانا ريد فروم وير وده لقراءة المعلومات الخاصة بالسوفت وير اللي موجودة على الجهاز. ده بالنسبة للواجهة الاخيرة اللي موجودة في الMTK. الواجهة اللي بعديها وهي اليونيفرسال، وهي واضح حتى من اسمها هي اوامر بشكل عام على جميع الاجهزة. لكل الاجهزة اللي انت محتاج تنفذ اي امر معاها هتبدأ الدخول على القسم ده. عن طريق القسم ده بمجرد ما نعمل بوت ديفايس هنبدأ نوصل اي جهاز، واي جهاز هيتم توصيله هيتم عمل ريد GPT لجميع البارتيشنات اللي موجودة داخل الجهاز. ده بالنسبة للطريقة لتوصيل الاجهزة على الاداة. تاني نقطة وهي القوائم الموجودة او الخواص اللي هنقدر ننفذها. اول حاجة الاختيارات دي خاصة بالريد GPT او الاقسام اللي هتظهر معانا لاي جهاز هنوصله. الاختيار ده هنقدر نعمل ازالة او مسح للبارتيشن كله. الاختيار بعده معانا هنقدر نعمل له ريد. الاختيار بعده معانا هنقدر نغير الملف اللي موجود. القسم الاسفل اللي موجود في الاداء ده فيه كل الاوامر اللي انت هتكون محتاجها بيزك وادفانس. اول حاجة بيزك، ودي الاوامر
الأوامر اللي هي الطبيعية اللي موجودة على كل الأجهزة هتحتاجها. إغلاق حماية المعالج، إدخال الجهاز في وضع البيروم، عمل أنلوك للبوت لودر، عمل إزالة لحساب جوجل أكاونت، عمل إزالة لحساب الام اي أكاونت، عمل لوك للبوت لودر لإعادة إغلاق البوت لودر تاني بعد فتحه عن طريق الاختيار ده. الاختيار اللي بعده معانا هو FRB لأجهزة سامسونج فقط، وعلى فكرة الاختيار ده شغال بشكل ممتاز جدا، ولكن عن طريق التست بوينت. 90% من الأجهزة بتحتاج تست بوينت أجهزة MTK عن طريق الاختيار ده السامسونج بشكل مباشر. الاختيار بعده معانا وهو برضو لأجهزة سامسونج FRB أو إزالة حساب جوجل أكاونت. آخر اختيار موجود معانا فيكتوري ريسيت لعمل إعادة ضبط مصنع. ده بالنسبة للواجهة أو القسم الخاص ببيزك. قسم الخاص بأدفانس وهو باك أب إم في رام، وده ملفات الخاصة بالشبكة، وده الاختيار لإعادة ملفات الإم في رام تاني داخل الأجهزة. الاختيار اللي بعده وهو عمل مسح لملفات الإم في رام داخل الأجهزة. الاختيار بعده معانا فورمات كيب داتا، بمعنى ده هيعمل إزالة للرمز فقط وهيفضل محتفظ بجميع ملفات اللي موجودة داخل المساحة الداخلية. بمعنى تاني مدير الملفات اللي موجود هيفضل موجود، لكن جميع البرامج جميع السجلات هيتم مسحها من على الجهاز. الاختيار بعده معانا سيف فورمات، نفس الخاصية ولكن موجودة بشكل تاني لأنها هتفشل عليها الاختيار ده. الاختيار بعده معانا إعادة ضبط مصنع لأجهزة سامسونج. الاختيار بعده قراءة البارتيشن الخاص بالار بي ام. الاختيار بعده لمسح البارتيشن الخاص بالار بي ام. الاختيار بعده لكتابة ملف جديد للقسم الخاص بالار بي ام. اخر قسم معانا وهو قسم الام تي كي فلاش، وده طبعا زي ما واضح من اسمه بتقدر عن طريق القسم ده تفلش اي جهاز معاك، او تعمل ابديت للجهاز، او تعمل فورمات للجهاز. ايه الاختيارات اللي موجودة تاني هنقدر نعملها مع الجهاز اللي هنقدر نفلشه؟ اول حاجة فورمات يوزر داتا وهي اعادة ضبط مصنع. الاختيار بعده معانا سيف فورمات، عمل اعادة ضبط مصنع ولكن الحفاظ على المساحة الداخلية اللي موجودة داخل الجهاز. الاختيار بعده معانا وهو ازالة حساب جوجل اكاونت. الاختيار بعده معانا وهو عمل ازالة حساب جوجل اكاونت ولكن لاجهزة سامسونج. الاختيار بعده معانا وهو تخطي حماية الام اي اكاونت، وعمل تخطي للاكاونت اللي موجود على الجهاز وتشغيل الجهاز بشكل طبيعي. وطبعا الاختيار ده بتبدأ تضغط عليه بعد اضافة ملفات اي جهاز هيكون معانا. وبكده شرحنا الواجهة الخاصة بالام تي كي بشكل مفصل. اخر واجهة موجودة داخل اداة اس بي دي، وده زي ما هو واضح لجميع معالجات اس بي دي. الاداة تم اضافة القسم ده. اول شيء موجود قسم خاص بالفلاش، وزي ما هو واضح كل اللي علينا هنحدد الملف الخاص بالفلاشة، وهنقدر نعمل ارث لأي بارتيشن هيظهر معانا داخل الفلاشة، او هنقدر نعمل ريد للبارتيشن لسحب ملفات الجهاز عندنا على الكمبيوتر. ده بالنسبة للقسم الخاص بتفليش الأجهزة. القسم اللي بعده معانا هو قسم أهم الأوامر اللي هتحتاجها لجميع الأجهزة الخاصة بالاس بي دي. اول اختيار زي ما هو واضح معانا بالشكل ده وهو عمل اعادة ضبط مصنع للاجهزة. تاني اختيار موجود معانا وهو ادخال الجهاز في وضع المعايرة، اللي بنقدر عن طريق الاختيار ده نعمل معايرة لجميع الخواص اللي موجودة في الاجهزة. الاختيار بعده معانا ريد انفو بعد الدخول الجهاز في وضع الدياج. الاختيار اللي بعده معانا هو فيكتوري ريسيت او اعادة ضبط مصنع للاجهزة في وضع الدياج. الاختيار بعده معانا وهو اغلاق الاجهزة او عمل اطفاء للاجهزة اللي هيتم توصيلها على الاداة. ده بالنسبة للاوامر اللي تقدر تنفذها. طيب زي ما احنا شايفين النقطة التانية اللي موجودة هي كتابة سيريال او اصلاح السيريال اللي موجود على الجهاز. ازاي هنقدر نستخدم الاختيار ده؟ كل اللي عليك اللي انت هتعمل ريد انفو للجهاز في وضع الدياج. بمجرد ما يتم عمل ريد انفو الاداة هتقرأ اوتوماتيك السيريال اللي موجود داخل الجهاز، وتقدر بكل بساطة هتقرأ السيريال اللي موجود داخل الجهاز، السيريال الاول والسيريال التاني، وتقدر بكل بساطة تحدد السيريال اللي انت عايز تعدله وتكتب السيريال الجديد زي ما احنا شايفين بالشكل ده مثلا سي يعني، وهتبدأ تضغط على الاختيار ده وهتقدر تصلح السيريال اللي موجود على الاجهزة بضغطة واحدة بكل بساطة. الاداة فعالة جدا في اجهزة السبريد، وطبعا كل شرح اللي فات ده كان نظري، وفي العملي هيحلى الكلام ونقدر نشرح بشكل تفصيلي وازاي بيتم تنفيذ الاوامر على الاجهزة زي ما شرحناها بشكل سريع. اول شيء الاداة مميزة وسعرها رخيص جدا، وزي ما انتم شايفين هيكون واضح على الشاشة دلوقتي الاسعار الخاصة بكل فترة
بكده هيكون انتهى اول فيديو معانا، وده فيديو شرح نظري، وباذن الله في شرح زيه كده او هيكون اطول كمان لجميع الواجهات الموجوده او الاجهزه المتاحه دلوقتي اقدر اعمل شرح عليها باذن الله خلال ايام بسيطه جدا. الشرح هينزل عملي، وحابب اشكر اخويا وصديقي سعيد على الاداء الممتازه دي، وحابب اشجعه ان الاداء مميزه جدا، وبكده يكون انتهى شرح الاداء. نقطه اخيره، الناس اللي بتسال انت فين او كده، لاني بقالي حوالي 6-7 شهور ما عملتش فيديوهات. انا موجود، ولكن بمجرد ما اغلاق القناة بعد ما وصلتها حوالي 40,000، اكيد ده طبعا يعني شيء محزن جدا، واكيد الموضوع ده خلاني مش حابب اعمل فيديوهات بصراحة. بس كده، لو انتوا حابين ان انا اعمل فيديوهات او ان انا ارجع اعمل فيديوهات تاني، مستني دعمكم او كلامكم في التعليقات، لان الكلام ده بيفرق جدا معايا. بس كده، كان معكم عماد من قناة هفيدك، شكرا جدا.